يصادف اليوم 29 كانون الأول ذكرى رحيل الممثل والمخرج السوري حاتم علي في ثانويته الثالثة، والذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد أن شكل رحيله هزة قوية عمت أصداء الوطن العربي. لقد درس المخرج حاتم علي الفلسفة ثم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وعمل ممثلا في العديد من المسلسلات، ثم اتجه للإخراج في منتصف تسعينات القرن العشرين. من أبرز المسلسلات التي قدمها فارس في المدينة، مرايا 98 ومرايا 99، الفصول الأربعة بجزئيه، صلاح الدين الأيوبي، والتغريبة الفلسطينية. كما قدم للسينما ثلاثة أفلام وهي العشاق، سيلينا، الليل الطويل، وأسس شركة إنتاج فني حاملة اسم صورة، قدم من خلالها عددا من الأعمال التلفزيونية. لاقت أعماله نجاحا كبيرا في الوسط الفني، وخاصة تلك المسلسلات التاريخية التي تروي حقبة هامة من التاريخ العربي الإسلامي، كمسلسل الزير سالم التي تدور قصته حول حرب البسوس، ومسلسل عمر الذي نال أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2012. ومن أهم أعماله التي ما زالت أصداؤها تعم أرجاء الوسط الفني مسلسل الفصول الأربعة، وهو مسلسل سوري اجتماعي من جزئين يتناول أحداث الحياة اليومية للأسرة الدمشقية والعلاقات الأسرية التي تربط بين أفرادها. كما قدم مسلسل ألم حمراء من بطولة سلافة معمار وعابد فهد، ولقى رواجاً كبيراً. حاز حاتم علي على العديد من الجوائز في مسيرته الفنية كأفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن عديد من مسلسلاته، وشهادات تقدير من نقابة الفنانين السوريين، وتنويه خاص عن فيلم الليل الطويل في مهرجان روتردام للفيلم العربي. ومع رحيل حاتم علي عن الساحة الفنية، كان للعديد من محبيه وجمهوره من الفنانين تعليقات خاصة بعد وفاته، حيث غردت الفنانة السورية سلافة وخرجي على صفحتها قائلة: مع كل من يرحل، يرحل جزء من روحنا، وبرحيلك راح مني الكثير يا حاتم. وكذلك الممثل معتصم النهار غرد على حسابه قائلا: أنت قدوتي وأملي بما تبقى، خسارة كبيرة أستاذ حاتم. أما الفنان تيم حسن فقد نشر أيضا عبر حسابه الرسمي رثاء لحاتم علي، وهو يقول: خسارة لا يمكن تعويضها، لك الآن يا حبيبي يا أستاذ حاتم في كل بيت دعاء وفي كل عين دمعة.